أكثر عن ملف الموازنة ينضم إلينا عبر الهاتف النائب السابق عن اللجنة المالية النيابية أحمد حاج رشيد. أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية. يعني بداية، هل سيكون نواب الديمقراطي حاضرين في جلسة التصويت على القانون برأيك، يعني أم أن سياسة لي الأذرع كما يقال أو يقول نواب الأكراد ستكون حاضرة ويمرر القانون وفق الأغلبية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي مشاهديك الكرام. حقيقة أنا لست ممثل ديمقراطي ولا أي جهات من جهات المشاركة في حكومة الأقليم، لكن لابد أن يكون السياقات للموازنة بأن يكتمل اللجنة المالية. حاليا اللجنة المالية معطلة، لذلك على النواب التكميل أو إكمال الموازنة وتسليمه إلى هيئة الرئاسة ومن ثم إدراجه في مشروع قانون الموازنة. هذا ليس السنة الأولى التي تمر الموازنة دون موافقة بعض الأحزاب. ففي 2014 لم يمر الموازنة بسبب مقاطعة نواب الكرد جلسة مجلس النواب، وفي 2017 تم تمرير الموازنة بدون موافقة حزب الديمقراطي الكردستاني. يعني لا يمكن للشعب أن ينتظر حزب أو حزبين حتى يمر مشروع قانون الموازنة، وبالتالي مشروع قانون الموازنة إذا هذه الفقرات التي تم إضافتها في اللجنة المالية إذا كان قانونية ودستورية، بالتالي لا يمكن رفض هذه الفقرات. أما إذا كان غير قانونية وغير دستورية، بالتالي على السيد السوداني أن يطعن في المحكمة الاتحادية كما فعل السيد العبادي أيام 2016 أو 2018 حينما لم يكن هناك الفقرات التي تم وضعها من قبل اللجنة المالية لم يكن يوافق السياسة المالية، بالتالي تم طعنها وحكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية هذه الفقرات. إذن الشعب ينتظر هذه القضية، ولا بد للأحزاب السياسية أن يرضخ لمنطق العقل والسياسة المالية والمضي حسب إجراءات قانون الإدارة المالية والدستور العراقي. يعني أستاذ أحمد، حضرتك ذكرت أنه في سنوات سابقة قاطعت التشكيلات، يعني أو خلينا نقول مثلا الكيان الكردي قاطع الانتخابات، قاطعت تمرير طيب مشروع قانون الموازنة طيب في سنة 2017. لم تقر الموازنة حين قاطعت، لا تمام؟ أقرت الموازنة، لكن جيد. هم هذا هو السؤال هذا هو السؤال أستاذ أحمد. يعني هسه نقول الإطار أعلن اليوم حسم 90% من الخلافات يعني حول الموازنة، وايضا يلوح بخيار الاغلبيه للتمرير، يعني ما هو موقف النواب الكرد هنا؟ السبب يرجع الى ان الاطار التنسيقي يجامل الحزب الديمقراطي الكردستاني على حساب الشعب حقيقه. هذا حقيقه واضحه كوضوح الشمس، لكن لا يمكن للاطار التنسيقي بانه لا يملكون العلاقه كلش، هم مجموعه من الاحزاب السياسيه والشعب ينتظر هذه القضيه، على الاطار التنسيقي وغيره من الاحزاب أن يمر مشروع قانون الموازنة، لأن مشروع قانون الموازنة لا يمس شريحة محددة فقط، يمس جميع مواطني العراق من أقصى أقليم كردستان جنوبا إلى الفاو ومن شرقه إلى غربه. بالتالي عليه تمرير هذا المشروع و البدء باستثمارات، لأن السنة المالية يبدأ من 1/1 وينتهي في 31/12، يعني حاليا نحن في الشهر السادس، ويحتاج وزارة المالية لإصدار تعليمات حوالي شهر، إذا نحن في الشهر السابع نبلش بالموازنة. يعني ما شاء الله الموازنة بقت لها خمسة أشهر، يعني تقريبا خمسة أشهر، هاي في حال إذا أقرت، يعني ما شاء الله البلد ماشي بالطريق الصحيح مثل ما يقولون أو بالعكس. لا يعني يمكن خلال هذه الشهور الخمسة أن يبدأ بمشاريع الاستثمارات، بالتالي يتلكأ المشاريع مثل ما تلكأت 6000 مشروع سابقا. أكيد أستاذ أحمد حاج رشيد النائب السابق عن اللجنة المالية النيابية كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.